متابعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر اللي كنقدم لكم دائما من جنوب اسبانيا. طبعا الحال في هذا المنظر الجميل اللي كتبان فيه هو احد المدن المجاوره لمدينه فرخيرولا، توري مورينو وبيلا مدينه في هذه الاجواء الجميله والرائعه. كما كتشوفوا اليوم طبعا الحال اخترنا لكم نهضر لكم على هذا الموضوع ديال السباحه وديال السياحه وديال كذلك الموسم الصيفي والخريفي. كما كتشوفوا عكس السنوات الماضيه، السنوات الماضيه كانت هذه القضيه عامره بزاف، بالرغم من شهر 19 الا كتلقاو السياح يعني تيجيو من مختلف المناطق من اجل انهم يستمتعوا بهذه الحراره اللي كتشهدها هذه المدينه. هذه المدن الساحليه ديال الجنوب كلها تقريبا كتشهد واحد الحراره، حراره اللي غير عاديه وكتستمر تقريبا حتى لشهر 11 شهر 12، كتبقى الحراره على طول تقريبا على طول هذه الاجواء. فعكس السنوات الماضيه اليوم او هذه السنه هذه الناس ما بقاتش كتجي بزاف او ما عندهمش كيديروا دوزو او كذلك خوفا انهم يحصلوا في هذه المناطق ديال كوستا ديال الصور. وعليكم السلام اختي كنزه، وعليكم السلام جميع الاخوان والاخوات، الاخوان اللي معنا كلشي بارطاجيو هذا البث المباشر باش نستمروا معكم في هذه الجوله اللي حنا على ضفاف هذا على هذا الضفاف على هذا الشاطئ هذا للرمال ديالو طبعا الحال ذهبيه، رمال رائعه وجميله. وكذلك كل سنه تيشهد يعني المجموعه من نقدروا نقولوا الالاف والملايين من السياح لهذا الكوستا دي سول، لان معروفه بالحراره، معروفه بالنظافه، معروفه بهذا الكورنيش الجميل. وكذلك فيها مرافق نقدروا نقولوا انها متكامله، وحتى المقاهي كما كتشوفوا قريبه من الشط بواحد القرب اللي هو كبير 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 بزاف. فمولتي تبيعي قناه شوف تي في، هكذا تبدو الاجواء في هاد الشواطئ ديال كوستا دي سول. جميع هاد الشواطئ تقريبا نفس الاجواء اللي كاينين فيها حاليا. شاطئ جميل، شاطئ طبعا الحال نتاع البحر الابيض المتوسط، داكشي علاش الناس كتجيلو من مختلف المناطق كتجي لهذا الشاطئ ديال كوستا دي سول. حتى الاسبان تيجيو كما كتشوفوا الكراسي كلهم مجموعين وغالبا تيديروهم في السبت والحد، تنشروا المظلات باراسول، تنشروا ايضا الكراسي الى غير ذلك في السبت والحد، الجمعه السبت والحد، لكن في وسط الاسبوع ما كاينش اقبال، ما يقدرش هو يحل ويضيع يعني داك النهار كله ديالو من اجل جوج الناس او ثلاثه الناس. في الاجواء هكذا تبدو بشواطئ كوستا دي سول، هاد الشواطئ الساحره الجميله. فنخليو الاخوان يدخلوا، اخوان بارطاجيو معنا، نخليو الاخوان يدخلوا، بداو يدخلوا دابا غيطلع اللايف مزيان ان شاء الله، وغادي نعاودو نشرحو لكم فين كنتواجدو وعلاش هاد المنطقة ما كتخواش من السياح، بالرغم انه وايضا نزيدو نشرحو لكم علاش هاد المنطقة هادي كتكون فيها الحرارة عكس المدن الاخرى تاع اسبانيا اللي كاينة في الشمال في النورتي. فكما كتشوفو حاليا هاد المناطق هادو ديال الجنوب ما بعدش بزاف على افريقيا، على قاره افريقيا، وانتم كتعرفوا ان قاره افريقيا قاره الشمس، قاره الحراره، وقاره في بعض الحال ايضا الجفاف الى غير ذلك. فنفس الطقس نفس المناخ اللي كاين في هاد الشواطئ ديال كوستا دي سول، نفس المناخ كاين في المدن ديال الشمال ديال المغرب، شمال والريف والشرق كلشي المدن متشابهه. فداكشي علاش الجو تيبقى كيف هنا كيف تما،
فمثلا الى قدنا الحسيمه ولا طنجه ولا تطوان فنفس الاجواء غادي نلقاوها عندهم، لان ما بعيداش بزاف هنا المملكه المغربيه، ما بعيداش بزاف، واحد تقريبا واحد 200 كيلومتر او 160 170 كيلومتر من هذه المنطقه هذه. فداك الشيء علاش كتلقاو الطقس يعني كما كنقولوا افريكانوس، يعني طقس افريقي. والناس في هذه الاجواء هذه كتعشق انها تجي تصطاد السمك، هنا الهوايه نتاع صطاد السمك. اليوم البحر هايج بزاف كما كتشوفوا، وحتى المظلات الى غير ذلك شي ما كاينينش. فتستغلوا السيادة انهم يجوا لهذه المنطقه هذه باش انهم ياخذوا الراحه ديالهم في هذه المنطقه ديال كوستا دي سول. منطقه جميله، منطقه رائعه، هي فيها شويه الحراره بزاف، يعني الناس اللي مولفين البروديه في نواحي الشمال غادي يجي هنا يجي لهم الصهد بزاف. منطقه معروفه بالحراره، كوستا دي سول معروفه بالحراره، وداك الشيء الناس كتجي من هولندا، كتجي من جبل طارق الى غير ذلك، مجموعه من المناطق، كذلك من البرتغال تيجيو من مختلف المناطق، وكذلك تيجيو من برشلونه ومدريد، تيجيو من بلباو، انهم تيدوزوا العطله ديالهم في هذه المنطقه هذه. فهكذا تبدو الاجواء في هذا الشاطئ. البحر اليوم هايج بزاف، هاد الشواطئ ديال كوستا دي سول تعتبر من بين احسن الشواطئ اللي كاينين. كذلك غادي يقول الناس ديال مايوركا راه كاين شواطئ احسن، لكن كنقول لك هادو انهم اللي يقدر يعني يعوموا فيهم الدراري الى غير ذلك، وما غارقينش بزاف، يعني ما كاينش غرق كما كتشوفوا الاسماك، تبارك الله الاسماك هنايا متواجده بواحد الشكل كبير هنايا في هاد المنطقه هذه. وتيخرجوا حتى للشط تقريبا، بعض الانواع ديال السمك تيخرج حتى للشط. بدا يتغير الجو، ما بقاش داك الشمس الحاره اللي كانت النهار الاول، بدات كتغير القضيه، بدا كيتغير الجو، واغلبيه الناس ما بقاتش كتقدر انها تهبط للبحر نظرا للبروده نتاع المياه ديال هذا الشاطئ هذا. شكرا الاخت كنزه على التتبع الدائم طبعا الحال، شكرا لجميع الاخوان اخي محمد اخي اسماعيل وجميع الناس اللي كتابعنا في هذا البث المباشر. اذا اغلب المطاعم هنا، اغلب المطاعم هنا سدات الابواب ديالها بطبيعه الحال، لانه الحركه كتكون غير في الجمعه والسبت والحد. داكشي علاش الاجواء المظلات والكراسي بقاو غير هاك هما حاطين هنايا.
هذا هو الشاطئ ديالهم طبعاً الحال كما كتشوفوا، بقاو غير الكراسي هنايا. كنتمنى ان شاء الله السنه المقبله ما يكونش هذا الكريسيس هذه، وما يكونش هاد الامور هكذا اللي غاديين بهذه الطريقه هكذا، لانه كاين مضره حتى للعمال، الناس اللي خدامين في لي ريستورون، خدامين في الفنادق الى غير ذلك، فكلهم تعانيوا وكلهم يعني تضروا بهذا الكوفيد 19. ماشي غير اسبانيا وانما العالم كله، العالم كله تضرر بكوفيد. الصيادة عندهم الهواية نتاع الصيد هنا، تيجي هنا هذه المنطقة هذه تجلس هنا عشية كلها. إذا قلنا لكم دائما الأجواء من كوستا دي سول وهاد الشواطئ اللي عرفات واحد الازمه كبيره، والناس ما بقاتش كتجي نظرا لانه الجو تغير الى غير ذلك. دمتم سالمين، دمتم في رعايه الله، تلقاو معكم بعد قليل في واحد المكان اخر دائما. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.